مع دخول فصل الشتاء ساهمت دولة الكويت مركز العمل الإنساني كعادتها في مساعدة المحتاجين حول العالم، وخاصة مع دخول فصل الشتاء. نعم، جمعية النجاة الخيرية من هذا المنطلق قامت بتوزيع البطانيات والملابس الشتوية على المحتاجين داخل وخارج الكويت. تميزت دولة الكويت بالعمل الإنساني العالمي من خلال مساعداتها للدول المتضررة والمحتاجة، فجمعيات النفع العام لها العديد من الإسهامات الموسمية. فمع دخول فصل الشتاء ساهمت جمعية النجاة الخيرية بتوزيع المواد الاستهلاكية من الخيم والملابس الشتوية التي تساعدهم لمواكبة برد الشتاء القارس. المشاريع الموسمية مثل الملابس الشتوية، عندنا السلات الغذائية أو المشروع السلات الغذائية، طبعا الأسقف في المنازل في بيوت ما فيها سقف في أيام الشتاء المطر وهذا يدش ببيوتهم عادي يعني. فإحنا بدينا أيضا من قبل يعني 3 شهور مع جمعيات برا الكويت أن نسقف البيوت، ننظفها، نسنع الإغاثة، الجهود الإغاثية المستمرة. دفئا وسلاما، حملة استهدفت بعض الدول التي تنخفض درجات الحرارة بها إلى أقل من 0%، وتوفر لكل بلدة ما تحتاجه من مواد إغاثية. حملة دفئا وسلامة، نحاول أن الدول اللي درجة الحرارة فيها تحت 0 مثل اليمن ومثل ألبانيا والداخل السوري وتركيا والأردن وبعض الدول، نحاول أن نوفر لهم ملابس تناسبهم ويستقبلون موسم الشتاء وما يكونون في أي عوز أو أي مشاكل تصادفهم. لم تغفل الجمعية عن المحتاجين في داخل الكويت من عمال النظافة والجاليات في مختلف الوظائف بالدولة بالمساعدات الشتوية. احنا حاليا عندنا مبادرة سميناها مبادرة شكرا لكم، لكل انسان يعني داخل الكويت كان يعمل من العمالة الوافدة، من عمال نظافة وعمال في محطات البنزين وكذلك العمال في المدارس وكثير يعني من العمالة اللي ينتشرون في الكويت يعني باختلاف وظائفهم. فإحنا يعني عندنا مبادرة نقدم لهم هدية، كيس فيه الأساسيات من الملابس، من قبعة فرو وكذلك غطاء الأذاني وقفازات وجوارب. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.